السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوكم محمود عيادة من قناة بحب الرسم. زي ما حضراتكم عارفين، القناة مخصصة للرسم فقط، بس في كتير من الأصدقاء والإخوة كانوا عايزين يعرفوا إزاي يعملوا كرومة للقناة عندهم. الموضوع بسيط جدا، بس في خطوات هنمشي عليها واحدة واحدة، وإن شاء الله توصل المعلومة ويستفاد الجميع بإذن الله. وعشان ما أطولش عليكم، أول شيء هو إنك تنزل برنامج اسمه كين ماستر، وده موجود منه نسخة مجانية في جوجل بلاي، وهنزل لكم الرابط بتاع البرنامج في صندوق الوصف أسفل الفيديو. بعد ما ننزل البرنامج بتظهر واجهة البرنامج بالشكل ده، بنضغط على الدائرة اللي في النص اللي فيها علامة الزائد، ودي معناها اختيار مشروع جديد. بعد ما نضغط على علامة الزائد بيظهر عندنا الشكل ده، بس بعد إذنكم خلي بالكم من الشرح واحدة واحدة وما تجريش الفيديو، لأن كل مرحلة مرتبطة بالمرحلة اللي قبليها. بيظهر عندنا مستطيل أفقي 16x9، ومستطيل رأسي 9x16، ومربع 1x1. الأفقي لو هتعمل مقطع بعرض الشاشة، والرأسي لو هتعمل مقطع بطول الشاشة. طبعا المهم عندنا اللي هو هنا اللي هو الأفقي، هنضغط عليه في الأول. تمام، ظهر عندنا حاجة اسمها الخلفية، هنضغط عليها. هتظهر لنا مجموعة خلفيات الألوان دي، هنبحث عن اللون الأخضر، مش موجود، هنختار أي لون من الخلفية الموجودة دي. تمام، وليكن اللي فوق دي. نضغط على علامة الصح اللي فوق عشان تثبيت اللون، بنلاقي لون الخلفية اتغير للون اللي احنا اخترناه. طبعا عايزين نكبر المساحة بتاعت اللون بنكبرها، عايزين نصغرها بنصغرها، يعني زي ما احنا عايزين، بس ده هو اللي المساحة المناسبة. تمام، بعد كده بنضغط على علامة اللون اللي فوق، المربعة اللي فوق دي، بيظهر علينا عندنا مجموعة الألوان اللي احنا عايزينها. بنلاقي قدامنا اللون الأخضر، بنضغط عليه، بنلاقي لون الخلفية اتغير من اللون اللي كان موجود للون الأخضر. تمام كده، وبكده يكون المرحلة الأولى خلصت. ندخل على المرحلة التانية. في علامة موجودة زي علامة السلة، ودي المتجر الخاص بالبرنامج اللي ممكن تنزل منه أي خاصية أو ميزة مش موجودة عندك على البرنامج، سواء نوع خط أو شكل أو خاصية في تقليب الصور أو موسيقى. بعد ما تضغط عليها بتضغط على علامة القلب، العلامة الرابعة تحت، بعد كده كلمة أيقونات، بيظهر عندك مجموعة من الأيقونات، بتختار منها اللي يناسبك أو اللي تحت أو اللي تحب تعمله عندك للكروم. هتلاقي أشكال كتير، بنختار منهم الشكل ده مثلا. عشان تحمل من علامة المتجر الموجودة في البرنامج ده لازم يكون النت شغال أو موجود عندك، لازم يكون النت شغال عندك. تمام، هي عشان خاطر مثبتة عندي. هتضغط انت على علامة التثبيت، وبعد ما تثبت هتظهر عندك وتنزل عندك. بعد كده نرجع تاني للواجهة اللي عندنا على البرنامج، بنضغط على طبقة، بعد كده ملصقات، وبعدين الرموز، بتظهر عندنا مجموعة الأشكال اللي احنا اخترناها، بنختار منهم أي شكل مثلا، وليكن الشكل دوت، بينزل عندنا على الشاشة. تمام، بعد كده بقى عايزين مثلا نحط أقصى الشمال، في اليمين، تحت، فوق، في النص، زي ما احنا عايزين. السهم اللي فوق دوت بلفها يمين وشمال، والسهم اللي تحت ده بيصغر ويكبر اللي تحت في الأقصى تحت ده، عايزين نصغرها بنصغرها، عايزين نكبرها بنكبرها، زي ما احنا عايزين. خليها مثلا في الوضع ده كده. تمام كده، بنرجع للقائمة تاني اللي في الأول، وبنضغط على الطبقة، وبعدين حرف تي، وبنختار
نكتب الكلمة اللي احنا عاوزينها، اي كلمة احنا عايزينها خاصة بالقناة، او دعمني شكرا، او من فضلك دعمني، زي ما احنا عايزين يعني، حسب الكلمة المناسبة ليك. او ممكن تكتب مثلا اسم قناتك زي ما انت عايز. بعد كده بنرجع للقائمة تاني ونحط الكلمة في المكان المناسب زي ما احنا عايزين. عايزين نكبرها مثلا نكبرها، عايزين نصغرها نصغرها، بس بتكون مناسبة يعني زي ما احنا بنحب، في المكان المناسب زي ما احنا عاوزين. ولتكن مثلا زي كده مثلا. بعد كده ممكن نختار لون الخط، بنختار اي لون زي ما نحب، مثلا هنلاقي مثلا اللون الاحمر، هتلاقي الكلمة لونها هتغير من اللون الابيض للون الاحمر. لو عايزين نغير نوعية الخط بنضغط على علامة AA دي اللي في الاول، وبنختار اي نوع خط وليكن دوت مثلا، هتلاقي نوع الخط عندنا اتغير. لو عايزين مثلا نعمل الكلمة بخط عريض، بنيجي على كلمة خط عريض ونضغط عليها تمام، وعلى علامة الفوق الدائرة اللي فوق دي بنضغط عليها، وبعد كده على اللي تحت بنعرض الخط او نرفعه حسب ما احنا عايزين. لو كده مثلا كده مناسبة كده تمام. وبكده تكون المرحلة التانية انتهت. بعد كده نضغط على علامة السهم اللي فوق خالص، هنلاقي كلمة تصدير، نضغط عليها لحد لما يخلص. وبكده يكون المقطع الخاص بالكروما نزل عندنا على الهاتف. بعد كده نضغط على الوسائط من فوق عشان خاطر نوظف الكروما اللي احنا عملناها. نضغط على الوسائط، بعد كده نختار مقطع من الفيديو عشان نحط الكروما عليه، وليكن مثلا المقطع دوت، نجيبه من اوله، نضغط على علامة الصح، بعد كده على طبقة، وبعدين الوسائط من فوق خالص تمام. نجيب الكروما اللي احنا نفذناها، ظهرت عندنا بالشكل دوت تمام. عايزين برضو ننزلها تحت النزالة، نحطها يمين يمين، ننزلها زي ما احنا عايزين بالظبط. ولتكن مثلا في الوضع ده، نطلع فوق كده من القائمة، هنلاقي كلمة مفتاح الصفاء، نضغط عليه ونضغط على العلامة من فوق الدايرة اللي فوق ديت تمام، اختفى اللون الأخضر، ونضغط على علامة الصح، ظهرت عندنا. عايزين بقى نجيبها من الأول مثلا، نجيب كده تمام. طيب كده مفيش مثلا صوت موسيقى او حاجة. طب احنا لو عايزين نحط مثلا صوت للموسيقى على نفس الكروما دي، هنجيبها من الاول كده وهنضغط على علامة الصح، ونجيب الموسيقى اللي هي في اليمين، نضغط عليها ونضغط على كلمة موسيقى هنا، ونختار اي مقطع موسيقي من عندنا. طبعا كل المقاطع الموسيقى اللي هنا اللي موجودة في البرنامج مقاطع مجانية، يعني لو نزلت منها مقطع عندك على اليوتيوب مالوش حقوق طبع او نشر او اي حاجة، يعني مفهوش اي مشكلة. هنختار اي مقطع بسيط من هنا وليكن دوت مثلا، اي مقطع تحب ان انت
حضرتك عايزين وليكن بس مقطع مناسب ومفهوش دوشة كتير، عايزين نوصل المقطع على قد الكرومة يعني كده. تمام، بيحس يبقى قد ايه المساحة بالظبط. نضغط على علامة الصح، نشغل تمام. بعد كده بنعمل تصدير للمقطع، بندوس على دي وبنعمل نضغط تصدير تخطي، ونستنى لما حمل كده البرنامج عندنا والمقطع نزل بالكرومة